اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي الصائمين ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك. كثير من الأحيان يجلس الإنسان متأخر ويحاول أن يتناول السحور، ثم بعد ذلك يتبين أن الصباح قد حل أو أنه بعد طلوع الفجر، يعني قد تناول الطعام بعد طلوع الفجر، ما هو الحكم؟ يقول أنا قعدت تسحرت بعدين تبين أن الأذان مؤذن، قعدت تسحرت تبين أن الأذان مؤذن عليه، ما هو الحكم؟ فهو قد تناول الطعام بعد طلوع الفجر، ماذا يفعل وما هو حكمه؟ طبعا إذا كان مراعيا للوقت، يعني ملتفت للوقت، نظر إلى ساعة معينة، شاف الأذان، ترقب الأذان، ثم تبين أنه مؤذن الأذان، يعني ثم تبين أن الأذان مؤذن، فمع المراعاة والانتباه لا شيء عليه، مع المراعاة والانتباه لا شيء عليه وصيامه صحيح. في بعض الأحيان يدرب نفسه أن الأذان مؤذن، متأكد الأذان مؤذن، أو ناس قالوا له ثقات أن يا بتر مؤذن الأذان، فهنا إذا كان من دون مراعاة أصلا أو قامت بينة وحجة على طلوع الفجر، هم عليه قضاء وهم عليه شنو؟ وهم عليه كفارة إذا قامت بينة وحجة على طلوع الأذان أو طلوع الفجر. في بعض الأحيان يكون غفلة يتناول الطعام غفلة من دون مراعاة غفلة، وهنا في هذه الحالة طبعا إذا كان بدون مراعاة وغفلة، هنا في هذه الحالة عليه القضاء، لا توجد عليه كفارة. يعني كثير من الأحيان غالبا يجلس الإنسان متأخر ويحاول أن يتناول الطعام بدون أن يلتفت، بدون أن يراعي، بدون أن يلتفت، بدون غفلة، فإذا تناول الطعام غفلة هنا في هذه الحالة يستقر عليه القضاء من دون الكفارة، فعليه القضاء فقط من دون الكفارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم ببركة محمد وآل محمد.